وللحديث أكثر حول الوضع الوبائي في ظل ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات في الأسبوع الأخير ينضم إلينا عبر الهاتف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا دكتور عادل البلبيسي. أهلا بك دكتور عادل. يعني بعد دعنا نقول استقرار طويل نسبيا عدنا إلى حالات إصابة فوق 1000 يوميا مع ارتفاع أعداد الوفيات، هل نمر في انتكاسة وبائية جديدة دكتور؟ مساء الخير. يعني يمكن هذا الموضوع حذرنا منه مرارا انه راح يكون في هناك عندنا ارتفاع في اعداد الحالات، وفعلا هذا ما حصل. يعني لاحظنا منذ بدايه هذا الاسبوع ان في هناك ارتفاع ملحوظ في اعداد الاصابات. كنا دائما نقول دعنا ننتظر الى نهايه الاسبوع الحالي، واليوم هو نهايه الاسبوع 30. اليوم بلغ عدد الحالات المسجلة خلال الأسبوع 30 6700 أو تجاوزت 6700 حالة، وبلغت نسبة الإيجابية للأسبوع كاملا تجاوزت 4%، وهذه أرقام أعتقد أنه لم نشاهدها منذ فترة طويلة. أيضا الإشي المقلق اللي هو معدل الانتشار واللي تجاوز 1.3% وممكن يكون 1.4% معدل انتشار. كل هذه الحالات هي حالات مقلقة، أعداد الحالات التي تدخل المستشفيات أيضا أشياء مقلقة. يجب لمقاومة هذا الوباء أنه فينا التزام بالإجراءات الوقائية، ليس فقط بالأردن. إحنا بنلاحظ أنه حتى في كل إقليم شرق المتوسط هناك في زيادة في أعداد الحالات. يعني برأيك هل نمر في انتكاسة وبائية دكتور؟ احنا كنا متوقعين انه يكون في هناك ارتفاع في اعداد الحالات، وما زلنا هذه الارتفاعات ما زالت ضمن المعدلات التي كنا متوقعين ان نمر فيها. قلنا في اسوأ الحالات سوف نصل الى ان نسجل 2500 حالة يوميا، يعني ليست كسابقتها. لم نصل الى هذه الحالات، لكن يجب ان ننتبه جيدا حتى لا نصل إلى هذه الحالات. لا نريد أن نصل إلى 2500 حالة في اليوم. الآن إحنا منسجل بحدود 1000 حالة يوميا. ما زال استيعابنا بالمستشفيات ممكن لجميع هذه الحالات. من هذه الحالات يعني يدخل منها نسبة لا بأس به، لكن ما زالت نسب الإشغال في المستشفيات مقبولة، ولذلك دكتور ممكن أن نقول إنه استيعابنا لهذه الحالات مقبولة. دكتور عادل، يعني بالنظر إلى سير المنحنى الوبائي في الأسبوع الأخير، ما هي الإجراءات المتوقع اتخاذها خلال الأسابيع القادمة؟ يعني هل تتوقع أن يتم تمديد الحظر أو العودة إلى فرض إغلاقات جديدة، أو يتم التراجع عن فتح بعض القطاعات؟ الخطة سيدي في ظل هذه الإجراء، في ظل هذه الأعداد اللي أخذناها في نهاية هذا الأسبوع، واللي حكينا أنه في عنا 6700 أكثر من 6700 حالة و4% نسبة الإيجابية، لن نتخذ حاليا أي إجراءات. سيكون في هناك إجراءات رقابية أشد على لبس الكمامة والدعوة إلى الإسراع في أخذ المطاعم. إذن هي إجراءات احترازية فقط كلبس الكمامة وغيرها من الأمور. نعم طيب. نعم. هناك تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشار سلالة دلتا في الشرق الأوسط وتأثيراتها المضاعفة عن الفيروس بنسخته السابقة. ما هو الوضع في الأردن من جهة تأثرنا بهذه السلالة، وهل هذا الارتفاع الذي نشاهده هي بسبب سلالة دلتا؟ يعني يمكن كمان من أول شهر 7 وإحنا نتكلم أنه أصبحت سلالة دلتا هي السلالة السائدة في الأردن. تقريبا الآن أكثر من 80 إلى 85، وفي بعض الأحيان تصل إلى 90% نسبة العينات الإيجابية هي من حالات دلتا. يعني النوع السائد الآن في الأردن هي المتحور دلتا، كما هو سائد في كل الإقليم. يعني لما تقول منظمة الصحة العالمية أنه عندنا من 21 دولة في الإقليم في عندها 15 دولة، أنا بعتقد أنه أكثر من 15 دولة، لكن في بعض الدول يمكن غير قادرة على أنه تحدد ما هي نوعية هذه السلالات المنتشرة. طيب. لذلك أنا بعتقد حتى ليس في منطقتنا في أوروبا وفي أمريكا، هي هذه السلالة هي السلالة السائدة الآن. اليوم حذر منها، حتى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حذر من هذا الموضوع. طيب ما هي درجة الحماية التي تؤمنها اللقاحات
المتوفرة في الأردن ضد هذه السلالة، وهل توصون بجرعة ثالثة لمن أخذ الجرعتان السابقتان؟ لنتكلم عن المطاعيم، يعني إذا لاحظنا أنه في خلال هذا الأسبوع كان في هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد المطعمين والإقبال على التطعيم، طعمنا حوالي نصف مليون جرعة أو يزيد عن النصف مليون جرعة، كان منهم حوالي 220 ألف جرعة أولى و 280 ألف جرعة ثانية. يعني مقارنة لو قارنا هذا الرقم بالأسبوع السابق كانت 35 ألف، وبالأسبوع قبل السابق كانت 85 ألف. نعم. يعني في هناك ارتفاع ملحوظ في الإقبال على التطعيم، وهذا شيء جيد، وإن شاء الله أنه يستمر خلال الأسابيع القادمة، لأنه التطعيم هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من هذا الوباء. دكتور، يعني كان الحديث ده ليس فقط نعم. الجرعة الأولى، خلينا نركز كمان على أنه يجب أن يكون في هناك جرعتين، لأنه من متحور دلتا الوقاية من الجرعة الأولى قد تصل إلى 33-35%، بينما بالجرعتين قد تصل فوق 85%، فلذلك يجب أن نركز على الأعداد الذي أعداد الأشخاص الذين أخذوا الجرعتين، وإذا أخذناها بالأردن ككل وصلنا بالأشخاص اللي أخذوا جرعتين إلى 2,212,000 شخص أخذوا الجرعتين، بينما جرعة واحدة قاربنا إلى 3 مليون، يعني بالمجمل إحنا تجاوزنا 5 مليون جرعة أعطيت للمواطنين خلال هذه. طب دكتور، يعني هناك مجموعة من الدول التي قامت بتطعيم مجموعة كبيرة من مواطنيها بجرعات من اللقاحات، وكان الحديث عن يعني الوصول إلى المناعة المجتمعية، لماذا تصاب مرة أخرى هذه الدول بموجات جديدة من كورونا؟ حذرنا دائما أنه بوجود المتحورات هناك صعب الحديث عن مناعة مجتمعية. المناعة المجتمعية يجب أن تصل إلى أكثر من 80-85% في ظل هذه المتحورات. كنا في البداية نقول أنه المناعة المجتمعية تصل عندما نصل إلى 60-70% في ظل هذه المتحورات، وفي ظل أن المطاعيم المتوفرة حاليا تأثيرها أقل على هذه المتحورات، زي ما حكينا أنه الجرعة الأولى قد تؤثر ب 33-35%، والجرعة الثانية من 85-85%، فيجب أن تكون أيضا نسبة التطعيم ونسبة المناعة المجتمعية حتى نصل إليها أكثر من 80-85% حتى نصل إلى المناعة المجتمعية. ولذلك يمكن فكرة المناعة المجتمعية الآن يجب أن ترتفع نسبة الأعداد حتى نصل إلى هذه المناعة المجتمعية. أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا دكتور عادل البلبيسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.